مقطوع ايضا من ماكسويل وديفيد فيا اماميه وممتازه في محاوله التسديد، تاتي ايضا امام المرمى، جول 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 جول، هدف ثاني، هدف ثاني لبرشلونه، هدف ثاني في الدقيقه 17. ومن هو من يسجل؟ لا تسالوني من، فهو ليونيل ميسي في الدقيقه 17. ليونيل ميسي يملك الحلول، وحتى الكرات الصعبه تسهل له، الكرات الصعبة تسهل له، لأن ميسي يضاعف النتيجة في مرمى ريال بيتيس في الدقيقة 17 بعد محاولات ومحاولات، ويسجل هدف ثاني، هدف ثاني لصالح برشلونة، والهدف في الدقيقة 17. هذه إعادة، كرة قطعها ماكسويل ثم جاءت لديفيد فيا ثم إلى ميسي، ميسي حاول يضعها أولا ووضعها ثاني، مرت من تحت حارس المرمى وكانت أيضا بعيدة عن المدافع اللي حاول سد الثغرة هناك وسد الزاوية اليمنى، وبالفعل تأتي إلى الزاوية البعيدة، يتركها بيدرو، يطمن عليها بيدرو، يطمن إن هي كرة مين؟ كرة الحبيب العزيز، كرة صاحب الكرة الذهبية، صاحب اللمسات الرائعة اللي يسجل بهدوء، بيدرو يتركها اللي تسجل في المرمى، هدف ثاني على مرأى ومسمع من جوسيب غوارديولا، هدف ثاني من على مرأى ومسمع للحضور الكبير في هذا الملعب المهيب تماما، وهدف ثاني لصالح